سؤالي كتب الذهب خط دفاع النادي الاهلي امبارح وخروج المباراه سلامه بدون اي اهداف، وبالتالي طبعا لازم نشيد برضو بدور بعيد عن خط الدفاع طبعا. الشناوي. طبعا يعني خليني اقول لك يا فرو، يمكن في بدايه الكلام يمكن انا قلت لك الطريقه اللي لعب، او ما كنت معاك هنا حلقه قبل كده، قلنا النادي الاهلي بيلعب على البطوله، فبالتالي ثقافه الفوز بره او جوه دي بتبقى موجوده عند النادي الاهلي، لازم يكسب، لازم يحاول بقدر الامكان يخطف هدف في بدايه المباراه، وده اللي حصل. يمكن النادي الاهلي كان عنده بخل في الباص، ابتدت اللعيبه يمكن بدر بانون امبارح وايمن اشرف يعني كان عندهم ثقه كبيره جدا، بيمسكوا الكوره بيتحركوا صح، ما فيش جاب. ليه ايمن اشرف مش ياسر ابراهيم يا كابتن؟ لا بص هو الراجل انا قلت لك ايمن اشرف لما يرجع علي معلول ايمن اشرف هيخش سيرد باك، هو الراجل مقتنع بالحته دي لانه بيراقب بشكل كويس جدا، عنده روح عنده حماس. الحاجه الثانيه ان هو بيفتح له يعني زي ما كابتن احمد قال ان لازم اشول يا كابتن فاروق، لازم اشول بيزق علي معلول لقدامه بيبقى بيفتح علي ايمن اشرف ناحيه الشمال، فبتعمل جبهه كويسه جدا، وده اللي كان بيدي حريه قصدك بيدي حريه لعلي معلول بشكل كبير جدا، زي ما قال يمكن كان مدي تعليمات لحمدي فتحي ان هو في حاله ان علي معلول بيتقدم ناحيه الشمال ايمن اشرف بيفتح، ففتحي حمدي فتحي بينزل بيبقى سيرد باك تاني. حاجه تانية وكان مفاجاه بالنسبه لي اكرم توفيق، هل ده الدور اللي كان بيقوم بيه رامي ربيعه في مباراه سان داونز؟ لا بس ما عملوش، لا هو كان ده راجل شكل جديد، ده كان شكل ده جديد. شكل جديد يا فاروق، وكان عنده تكتيك معين ان سان داونز في الحته دي هتعتمد على الكوره الطوليه، فدي يمكن اللي حصلت ان انت عندك ناس طويله في الملعب زي ياسر ابراهيم، لا في ماتشات لازم تلعب فيها كوره ولازم تتحرك صح ولازم تمسك ولازم تبقى تسلم الكوره صح، يمكن احنا كنا بنعملها لازم اسلم الكوره صح في رجل الديفندر او بلاي ميكر اللي موجود، فانت ما بتغلطش دايما، احنا بنقول للسيرد باك ما تغلطش وما تبصيش بالعرض، وده اللي كان بيحصل من بدر بانون وايمن اشرف. الحاجه الثانيه ان كان في حاجه بتتعمل في الملعب امبارح، ان كان في بدر بانون بيعمل حاجه، بيعمل كفر لتحت او بينزل لتحت شويه، ان هو بيبقى تحت الكوره بحيث ان عندهم سرعات، وده اللي كان المفاجاه بالنسبه لي كان اكرم توفيق يا فاروق، عمل مباراه هايله امبارح دفاعيا، لكن كان في نوع من التهور شويه عن التاكلين الكتير او ممكن اسلوب لعبه خطر جدا. على فكره هو من لا عجبني كمان جرأته ان هو بيهاجم وبيكمل ورا هجمه تحت الكوره، وده شكل كويس جدا، لكن دفاع النادي الاهلي امبارح مع الشناوي عملوا مباراه هايله. الشناوي كان هايل طبعا، يعني الكره الاولانيه في تركيز وفي كان في كرات كده كابتن لو عدت بتغير معالم المباراه كلها. الفرصه الاولانيه الفرصه اللي هو الانفراد ده لا، وكمان اللي حاجه الابستاني كمان ان انت النادي الاهلي نازل مصمم انه يكسب، يعني عندك ان انت تكسب عايز تخلص من بدري، فدي حاجه كويسه جدا، والروح اللي كان موجود عند اللعيبه، فبالتالي كل الفرقه كانت كتله واحده النهارده، كان بيطلعوا بشكل كويس جدا، بيطلعوا بيرحلوا بشكل كويس جدا، بيتكلموا مع بعض، فدي اكيد النادي الاهلي او الروح اللي كانت موجوده كسبت.